أعلنت السلطات اللبنانية مقتل خليل المقدح شقيق القيادي في حركة فتح منير المقدح في غارة إسرائيلية نفذت اليوم بطائرة مسيرة استهدفت سيارة بمحيط مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا. مسيرة، أعتقد أنه قصف مسيرة منطقة الفيلات قرب مسجد الإمام علي. هذا تصوير مباشر الآن، سيارات الإسعاف تتوجه إلى المنطقة. نرحب بمراسلتي المشهد من بيروت مراسلتنا سارة شحادة، ومن القدس مراسلة المشهد أحلام عثمان. ابدأ معك سارة، يعني في تفاصيل هذا الاغتيال لخليل المقدح وأبرز ما جاء من تطورات ميدانية حتى اللحظة. نعم مالك، استهداف إسرائيلي جديد لمدينة صيدا بمسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة الفيلات، وهي المنطقة الملاصقة لمخيم عين الحلوة ومخيم المية ومية للاجئين الفلسطينيين. هذه المسيرة اغتالت خليل المقدح، وهو شقيق منير المقدح القيادي في حركة فتح. وطبعا الحركة نعت في بيان لها خليل المقدح، وهو أحد قادة كتائب شهداء الأقصى في لبنان التابعة لحركة فتح. قال البيان أيضا بأن المقدح كان له دور أساسي وفعال في دعم المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي في معركة طوفان الأقصى. أما المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي فقال بأن المقدح كان يعمل لصالح حزب الله ولصالح الحرس الثوري الإيراني ويروج لهجمات ضد إسرائيل. فيما يخص هذه الحادثة تحديدا طبعا التي حصلت في منطقة الفيلات، هذا الاستهداف الإسرائيلي، تفقد نائب المدينة الدكتور عبد الرحمن البزري المكان، وصرح بأن هذه الاستهدافات الإسرائيلية لمدينة صيدا هي اليوم تتكرر بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وهذا يدل على فشل الجهود الدبلوماسية في خفض التصعيد، ودعا كل اللبنانيين إلى الوحدة والتضامن في هذا الظرف الحساس. نعم. والابتعاد عن الخلافات السياسية. كذلك الأمر تفقد الشيخ سليم. نعم. سوسان وهو مفتي صيدا وأقضيتها، وتفقد المكان واعتبر أن صيدا ومخيمات صيدا تقف بوجه الاحتلال. طيب. الإسرائيلي. ابقي معي سارة لنستطلع أيضا الصورة في الداخل الإسرائيلي. أحلام، يعني ما دوافع الاغتيال بالنسبة لإسرائيلي هذا القيادي؟ نعم، بالنسبة للجيش الإسرائيلي فدوافع الاغتيال وعمليات التصفية هي تأتي بناء على ما يخرج في بياناته الدائمة بأنها تأتي ضد أي من الأشخاص أو القيادات الذين يعملون ضد الأهداف الإسرائيلية أو يقدمون على تمويل أو مساندة أو مساعدة الجهات التي تنفذ عمليات ضد الجيش الإسرائيلي أو ضد الأهداف الإسرائيلية بصورة عامة. وبناء على ذلك هو الجيش الإسرائيلي يقول بأنه سوف يستمر في عمليات الاغتيال هذه. وشهدنا أيضا خلال الفترة الماضية، خلال الأسبوع الماضي أيضا كانت هناك عمليات اغتيال، إن كان لأحد القيادات في حركة حماس وأيضا لقيادات ميدانية ومسؤولين ميدانيين تابعين لحزب الله اللبناني. وكذلك الأمر هذه العملية التي حصلت اليوم بتنفيذ من طائرة مسيرة
سيارة تابعة للجيش الإسرائيلي لاستهداف خليل المقداح وهو أيضا شقيق منير المقداح. وفقا لما يقوله الجيش الإسرائيلي فقد عملوا خلال الفترة الماضية لصالح حزب الله اللبناني ولصالح الحرس الثوري في إيران، وكانت لهم تخابرات واتصالات مع قيادات ومسؤولين إن كان في المخابرات التابعة للحرس الثوري أو أيضا لقوة القدس. ويقول الجيش الإسرائيلي بأنه خلال هذا العام جرى على إحباط عملية تمرير أسلحة واسعة من قبل خليل ومنير المقداح إلى منطقة الضفة الغربية، وذلك لكي تستخدم ضد الأهداف الإسرائيلية. ويمكن اعتبار بأن هذا اليوم هو من الأيام الأكثر سخونة على الجبهة الشمالية، وذلك تبعا لتوسيع الاستهدافات التي يجريها الجيش الإسرائيلي على طول الليلتين الماضيتين، إن كان في البقاع أو أيضا في مناطق متفرقة في العمق اللبناني. وفي المقابل هناك أيضا ردة الفعل من حزب الله باستهداف مكثف لمنطقة الجليل الأعلى ومنطقة الجولان السوري المحتل. شكرا لك مراسلة المشهد من القدس أحلام عثمان. كذلك الأمر شكرا لمراسلتنا من بيروت سارة أشحادي على جميع هذه التفاصيل.